خليني اقول لك يا ريم ان انتي من روايتك واضح ان انتي بتهتمي قوي بالحاجات السايكولوجي زي ما بيقول، جدا. مهتميه قوي بالحته، وانا بحب الحته دي جدا، فيعني دي الروايات الاقرب فعلا لقلبي. فانا في مره سمعتك بتتكلمي عن قانون الجذب، والحقيقه انا قلت لما اشوفك لازم اتكلم معاكي باستفاضه عن الموضوع ده، لان ده برضو من المواضيع الشائكه جدا واللي طول الوقت بنبقى عايزين نسمع عنها. هل ده فعلا موجود بجد؟ هل ده حقيقي؟ ساعات كتيره بحس انه موجود، وببقى عندي ايمان شديد جدا ان انا لما بفكر في حاجه وحشه مثلا، زي ما كان مكتوب في كتب كتيره، واحد منهم ذا سيكريت مثلا، لما بتفكري في حاجه وحشه بتقربيها فعلا منك، ولما بتفكري في حاجه حلوه ويكون عندك ايمان شديد بانك هتوصلي للحاجه دي بتوصلي لها وبتحصل. فقولي لي بقى انا ايه مؤمنه قانون جدا، الجذب ده؟ انا مؤمنه جدا بالقانون ده ومؤمنه بيه، وبحس ان هو حقيقه واقع، وربنا اتكلم عنه، قال انا عند ظن عبدي بيه، ورسول عليه الصلاه والسلام قال تفائلوا بالخير تجدوه. يعني في حاجات كتير بتاكد القانون ده، ان البني ادم لما بيتفائل وبيتفكر في حاجات كويسه بيجذبها، ولما بيتشائم وبيفكر في حاجات مش مظبوطه بيجذبها برضو. ومش بس التفكير، يعني انت ممكن تقعدي تتظاهري بالتفاؤل، اوكي، ولكن الفكره في الاعتقاد مش في التفكير. يعني انت ممكن تقعدي تقولي لا كله هيبقى تمام، لا كله هيبقى كويس، بس انت من جواكي مش حاسه بكده، أو مش مؤمنة بده. مش مؤمنه بده. الاعتقاد او الايمان اللي جوه البني ادم هو اللي بيترجم اكتر من انت الكلام. عارفه يا ريم ان في الكتاب، بس انا مش عايزه اخش باستفاضه قوي لان انا مش هقدر اقول المعلومه كامله يعني، بس يقال ان الموضوع علمي، يعني في مجالات كهرومغناطيسيه بتقرب منك الحاجات وحاجات كده. تيجي ترجعي للكلام ده تلاقي مثلا فنانه كانت طول الوقت خايفه انها او حاسه انها هتموت غرقانه، فتموت غرقانه. فنان كان طول الوقت حاسس ان هو هيموت بطريقة ما، يموت برضه بطريقة ما. حد خايف يجيله مرض معين طول الوقت فيجيله المرض المعين ده. فترجعي لما تحطي ده قدام ده تحسي يا جماعة الموضوع بجد ولا ايه؟ فهنا احنا المفروض بقى نبقى طول الوقت فعلا متفائلين، وطول الوقت زي ما ريم قالت عندنا حسن ظن بربنا عشان ما نقربش مننا اي حاجة وحشة. بالظبط كده. ولكن برضو في حاجة أصلا بتحصل في الوقت ده، حاجة برضو أنا بحسها مش صح قوي، إن البني أدمين بيقولوا خليك إيجابي خليك إيجابي خليك إيجابي طول الوقت، فاهم قصدي؟ هو أنت مفروض تتفائلي وكل حاجة، ولكن برضو لازم تعيشي الحالة اللي أنت فيها. يعني بلاقي مثلا حد عنده مشكلة كبيرة قوي قوي وبيتظاهر قوي بالإيجابية وبيبسط وبيضحك وكده، لا احنا يعني يعني مش عايزين نتجه للإنكار، يعني لا قصدك يعني بالظبط كده، إنكار برضو احنا لازم نعيش الواقع اللحظة ونعيش الواقع ونعيش الحالة عشان نقدر نتعامل مع المشكلات بالظبط كده. الموجودة. لازم البني آدم يبقى واقعي، طيب لازم أنا يبقى عنده خطة.